فيلمنا بيبدأ مع بنت عندها 13 سنة اسمها ليلي، عايشة في دولة هنغاريا، وبيبقى عندها كلب اسمه هيجن، واللي بيكون مش من سلالة نقية، وبسبب ان اب وام ليلي اتطلقوا بتبقى ليلي مش عارفة ترتاح مع اي حد منهم، وبيبقى الكائن الوحيد اللي قريب منها هو هيجن كلبها. وفي يوم من الايام بتلعب ليلي مع كلبها في الحديقة وامها بتتفرج عليها، وبتبقى امها قررت انها تسافر وتعيش في امريكا وتسيب ليلي تعيش مع دانييل ابوها للابد. وبيبقى دانييل شغال جزار في جزارة وما شافش بنته من لما كان عندها 3 سنين، وبيشوف دانييل بنته بعد لما كبرت، وبيتفاجئ ان معاه كلب بسبب ان شقته صغيره جدا انها تستحمل وجود كلب. وكمان دانييل ما بيحبش الحيوانات الاليفه بشكل عام، ولكنه بيضطر انه يسمح بوجود كلب عشان قدر بنته. ولما بيروح دانييل للعماره اللي ساكن فيها مع بنته، بتشوفه مصاحبه البيت اللي دانييل مأجر منها الشقه، وبتقول لهم ان غير مسموح بوجود الحيوانات في الشقه، وبيقولها دانييل انه هيتخلص من الكلب خلال كام يوم. وبيدخل البيت، ولما بتاكل ليلي مع ابوها ما بترضاش تسمع كلامه، وبتاكل كلبها من الاكل اللي هي بتاكل منه، وبيضطر ابوها انه يضم سرير تاني جنب سريره بسبب ان الشقه صغيره وما فيهاش اوضه تانيه. وبيبقى هيجن عنده حاله نفسيه بتخليه يقلق لو اتساب لوحده، ومع ذلك بيمسكه دانييل وبيحبسه في الحمام، وبيفضل هيجن ينبح ويعيط في الحمام لوقت طويل ومحدش بيعرف ينام من صوته، لحد ما بتروح له ليلي وبتطلع آلتها الموسيقيه وبتعزف له نغمه معينه هو بيحبها، وبيهدى الكلب بعد لما بيسمع النغمه وبينام. وبتنام ليلي في البانيو عشان تفضل جنب كلبها، وفي تاني يوم بيصحوا من النوم على صوت حد بيرن جرس الباب، وبيبقى راجل تبع منشاه الاهتمام بكلاب الشوارع، وبيقول لهم ان في حد اشتكى بخصوص نباح كلب طول الليل في شقه دانييل. بيحاول دانييل انه يكذب وبيقول انه ما عندوش كلاب في الشقه، بس هيجن بيظهر وبيشوف الراجل وبيقول لدانييل انه هيبقى مطالب بدفع مبلغ كبير الحكومه الهنغاريه بتفرضه على اصحاب الكلاب الهجينه بخصوص ترخيص الكلب. وبيبقى دانييل متعصب ومش عايز يدفع فلوس على كلب ملوش لازمه بالنسبه له وما كانش عايز يحتفظ بيه من الاول. وبتروح ليلي مع هيجن لحصه الموسيقى بسبب ان ابوها مش عايز يخلي الكلب موجود لوحده في الشقه، وبيطلع كمان ان اصطحاب الحيوانات الاليفه في حصه الموسيقى ممنوع، وبتخبي ليلي كلبها في الدولاب اللي بيتحط فيه الالات الموسيقيه. ولكن لما بتبدا الفرقه بالعزف بيخاف هيجن من الصوت وبيطلع من الدولاب، وبيتعصب المدرس وبيأمر ليلي انها تتخلص من الكلب، ولكنها ما بتسمعش كلامه وبتخرج من المكان مع كلبها وبتسيب الحصه. وبيمشي الاثنين في الشارع وبيوقفهم دانييل وهو متضايق بسبب ان مدرس الموسيقى اتصل بيه واشتكى له على اللي حصل، وبيقرر دانييل انه يتخلص من الكلب باي شكل من الاشكال، وبيطلب من ليلي انها تودي هيجن لملجأ كلاب، ولكنها بتفضل مصره انها تخليه معاها. وبيكون ابوها متعصب وفاض بيه من عناد بنته معاه، فبيمسك الكلب وبيطرده من العربيه، وبتعيط ليلي وبتخرج من العربيه وبتطلب من ابوها انه يرجع لها الكلب بتاعها، بس دانييل بيدخلها جوه العربيه بالقوه وبيتحرك بعيد بالعربيه من غير الكلب، وبيجري وراهم الكلب المسكين عشان بيبقى مش عايز يسيب صاحبته ليلي، بس دانييل بيتحرك بسرعه بالعربيه وما بيعرفش هيجن انه يكمل جري وراهم. وبيفضل هيجن في مكانه لساعات وهو مستني ليلي صاحبته، ولكنها ما بترجعش بسبب ابوها. وبتصحى ليلي من النوم بالليل متاخر وبتستعد عشان تهرب من البيت وتدور على هيجن كلبها، لكن ابوها بيشوفها وبيخليها ترجع لسريرها. وبيصحى هيجن من النوم بعد لما نام تحت كوبري في المدينه، وبيفضل يدور حواليه على حاجه ياكلها، وبيشوف جثه حيوان ميت على الارض، وبيبقى هيجن جعان جدا وبيفكر انه ياكل الجثه، ولكنه بيقرف وما بياكلش منها. وبيمشي هيجن في المدينه لحد ما بيوصل لمحل اللحوم وبيتفرج على اللحوم المعروضه للبيع وهو جعان، وهناك بيشوف هيجن كلب ابيض مشرد وبيمشي وراه لحد ما بيوصل للباحه الخلفيه لمحل اللحوم، وبيشوف هيجن كلاب مشرده كتير بتاكل من بقايا ومخلفات محل اللحوم، وبتنبح الكلاب على هيجن لما بيحاول انه ياكل من البقايا معاهم. وبيسمع الجزار صوت الكلاب فبيخرج وبيجري ورا الكلاب وبيخليهم يمشوا، وبسبب ان هيجن حيوان اليف مش مشرد بيفضل واقف في مكانه وما بيبقاش خايف من الجزار، فبيتعصب الجزار لما بيشوف الكلب مش عايز يتحرك، وبيبقى معاه سطور وعايز يضرب بيه هيجن المسكين، ولكن الكلب الابيض بيعمل له الهاء وبيخلي هيجن يهرب بسرعه في اللحظه المناسبه، وبيجري الكلبين مع بعض وبيوصلوا لبركه ميه كل كلاب المنطقه المشردين بيشربوا منها، ولكن بتيجي شرطه الكلاب وبتقبض عليهم وبتحبسهم في قفاص، وبيعرف هيجن وصاحبه انهم يهربوا وبتطاردهم شرطه الكلاب، وبيجري هيجن في الشوارع لحد ما بينقذوا راجل مشرد. وبعد لما بتمشي الشرطه بيربط الراجل هيجن بحبل حوالين رقبته وبيحتفظ بيه. وبيروح دانييل مع بنته لحصه الموسيقى وبيخليها تعتذر للمدرس على اللي حصل امبارح. وبعد الحصه بتروح ليلي للمكان اللي سابت فيه كلبها من غير ما ابوها يعرف، ولكنها ما بتلاقيش هيجن وبتفضل تدور عليه حوالين المكان في انحاء المدينه طول اليوم، بس ما بيكونش فيه فايده وما بتلاقيهوش. وبتطبع ليلي بوسترات عن كلبها المفقود وبتعلقهم في انحاء المدينه. وبالليل بيبيع الراجل المشرد الكلب هيجن لواحد بيتاجر في الكلاب، وبيتربط هيجن بالسلاسل وبيتحط مع باقي الكلاب في المخزن. وفي تاني يوم بيروح التاجر لزبون اسمه سابولكس وبيبقى عايز يشتري كلب لبطوله مصارعه الكلاب، وبيقول له التاجر ان هيجن مش هيبقى كويس في القتال لانه اليف، ولكن سابولكس بيفضل مصمم وبيقرر انه يشتريه، وبيدي سابولكس حبوب منومه لهيجن وبيخليه ينام وبيشيله وبيوديه لبيته، وبيجيب خليط من بودره البروتين وبيقدمهم للكلب في لبن عشان يشربه، وعشان يخلي الكلب شرس وخطير بيفضل سابولكس بيضربه دايما ويعامله بعنف، وبيبقى هيجن محبوس وجعان طول الليل، والوقت الوحيد اللي بيخرج فيه من القفص لما سابولكس بيشرسه وبيمرنه على
القتال، ولما هيجن ما بيسمعش اوامر سابولكس بيضربه بكل قسوه ومن غير رحمه، وبيبقى هيجن عايش في ماساه. وبيكون اسلوب سابولكس في تدريب الكلب اصعب في كل يوم عن اللي قبله، وما بيبقاش هيجن الكلب اللطيف الاليف بتاع زمان، وبيتحول هيجن وبيبقى كلب شرس وخطير ومستعد لنزاله في حلبة القتال. وبتبقى ليلي بتدور على كلبها وبتروح لمأوى كلاب وبتسأل صاحبة المأوى عن كلبها، وبيتقال لها ان كلب ليلي ممكن يكون داسته عربية او مات في قتال مع كلب تاني في الشارع، وبتقلق ليلي جدا على كلبها. وبيبقى يومها اسوأ لما بتروح تجيب الدراجة بتاعتها وبتلاقي ان في حرامي سرقها. وبالليل بيروح سابولكس مع هيجن لبطولة مصارعة الكلاب، وبتبقى القواعد هي ان كلب من الاتنين في الحلبة يكسب وان الكلب الخسران يموت، وبيتراهن المتفرجين على حياة الكلاب وبيكسبوا فلوس كتير من الرهان. ولما بيجي الدور على هيجن بيفتكر كل الناس ان هيجن هيخسر، وبيتكلموا مع سابولكس باستهزاء ولكنه بيبقى واثق في تدريبه لهيجن. وبتبدا المباراه ما بين هيجن وكلب تاني من فصيله روتوايلر، وبعد قتال ومواجهه عنيفه بيبقى الكلبين مجروحين وبينزفوا دم، ولكن في النهايه بيعرف هيجن انه يقضي على الروتوايلر وبيكسب المباراه. وبيشوف تاجر كلاب اللي حصل وبيبقى عايز يشتري هيجن من سابولكس، ولكن لما بيرفض سابولكس العرض بيتخانق مع التاجر، وفجاه بتتفصل الكهرباء عن المكان، وبيستغل هيجن الفرصه وبيهرب بسرعه من المكان، وبيفضل يجري طول الليل لابعد مكان ممكن يوصل له بعيد عن تجار الكلاب. وبتجري ليلي على رجليها عشان توصل للبيت بعد لما درجتها اتسرقت، وبتشوف زميلها من حصه الموسيقى اسمه بيتر، وبيبقى بيتر في طريقه الحفله عاملينها طلاب من المرحله الثانويه، وبتطلب ليلي منه انها تنضم له، وبيبقى بيتر متردد ومش عايز ياخدها معاه، ولكنه بيقرر يستغلها عشان يخلي المخدرات معاه عشان محدش يمسكه، وبيخليها تخبي المخدرات في جيوبها، وبتدخل معاه ليلي الحفله. وبيكون كل الموجودين في الحفله اكبر من ليلي، ولكن ما بيكونش همامها، وبتقعد على جنب في الحفله وبتتفرج على الطلاب وهما بيرقصوا وبيشربوا كحول. وفي نهايه الليله بتتعب ليلي وبتنام على الارض. وفي تاني يوم بتوصل الشرطه وبيوقفوا الحفله، ولما بيتقبض على ليلي بسبب حيازتها للمخدرات بتروح لاسم الشرطه وبيعملوا تحليل دمها، وبيطلع انها ما شربتش مخدرات، وبتسمح لها الشرطه انها ترجع لبيتها مع دانيال ابوها اللي بيعيط لاول مره في حياته من سنين بسبب انه كان قلقان على بنته ولقاها بخير، وبسبب انه كان مرعوب عليها طول الليله اللي فاتت. وبيعتذر لها دانيال على انه اخذ هيجن منها وبيوعدها انه هيشتري لها كلب جديد، وبتسامح ليلي ابوها وبترجع معاه للبيت، وبتبقى العلاقه ما بينهم احسن من الاول بكتير. وبيروح هيجن للبركه في تاني يوم وبيقابل صاحبه الكلب الابيض تاني، وبيلعب الاثنين مع بعض على ضفه النهر، وفجاه بتظهر شرطه الكلاب وبتقبض عليهم وبتحبسهم في مأوى الكلاب. وبيبقى هيجن مصاب بسبب القتال اللي كان فيه وبيتم علاج جروحه في المأوى، وبيتحط هيجن في قفص مع مئات الكلاب المشرده وبيتحط له اكل، وبتبقى كل الكلاب عماله تاكل الاكل بتاعها ما عدا هيجن اللي ما بيبصش حتى للاكل. وفي تاني يوم بيروح نسل المأوى عشان يتبنوا كلب يختاروه، ولما بتشوف بنت منهم الكلب هيجن بيفضل ينبح عليها وبيتعامل مع الموظفين بسلوك شرس وعدائي، فبتقرر صاحبه المأوى انها تقتل هيجن لانه بيمثل خطر على اللي حواليه، وبتأمر موظف عندها انه ينفذ المهمه. وبتكون ليلي مع الفرقه الموسيقيه في عرض وهي بتعزف على آلة البوق، وبيبقى دانيال متواجد وسط الجمهور عشان يشجع بنته على ادائها، وفي نفس الوقت بيبقى هيجن في طريقه عشان يترمي في قفص ضخم مع كلاب تانيه كتير، ولكنه بيهاجم الموظف اللي ماسكه وبيزمجر عليه وبيعضه من رقبته وبيموته، وبتخرج باقي الكلاب من القفص وبيتحركوا ورا هيجن، وبسبب ان هيجن هو اللي حررهم بتقرر الكلاب انهم يخلوه القائد بتاعهم. ولما بتحاول صاحبه المأوى انها توقفه بيجري هيجن عليها وبيوقعها على الارض وبيهرب مع باقي الكلاب، وبتجري الكلاب في المدينه وبتنتشر الفوضى في كل مكان، وبيهرب الناس لما بيشوفوهم بسبب ان الكلاب بتهاجم كل حد بيشوفوه في طريقهم. وفي النهايه بتوصل الكلاب للمسرح اللي ليلي بتعزف فيه مع فرقتها الموسيقيه، وبتحاصر الكلاب المسرح من كل مكان وبيخلي الجمهور يخافوا وبيتجمعوا جنب بعض عشان يحموا نفسهم، وبيتوقف العرض بعد لما بيكون الكل في حاله ذعر. وبتحس ليلي ان هيجن متواجد ما بين الكلاب، فبتخرج بره المسرح عشان تدور عليه، وبيقلق بيتر عليها وبيحذرها انها ما تخرجش، ولكنه بيخرج وراها بعد لما ليلي ما بتسمعش كلامه، وبيشوفهم راجل وهو مرعوب وبيحذرهم من انهم ما ينزلوش ولا يخرجوا من المكان بسبب ان المدينه بالكامل في حاله خطر. ولكن ليلي ما بتسمعش الكلام وبتركب دراجتها الجديده وبتسوقها في المدينه اللي ما بقاش فيها حد في الشوارع، وبتحاول ليلي انها تلاقي هيجن، وبتبقى فاكره انها لو لقيته ممكن توقف الفوضى اللي بتحصل. وفجاه بيتحرك قطيع كبير من الكلاب وراها وبتقع ليلي من على الدراجه وبتتجرح في ركبتها، ولكن الكلاب بتتجاهلها وكانهم عندهم مهمه ثانيه، وبيطلع ان هيجن بيوجههم عشان ينتقم من كل الناس اللي اذوه في الماضي. وبيلاقي هيجن سابولكس وبيقرب منه وبيهاجمه، وبينضم له باقي الكلاب وبيعضوا سابولكس لحد ما بيموت، وبيبقى المكان مليان دم. ولما بتروح ليلي المكان سابولكس ما بتلاقيش الكلاب، وبيشوفها واحد من الشرطه وبيخليها تركب معاه العربيه، ولكنها بتهرب من العربيه وبتركب الدراجه وبتدور تاني على كلبها. وبتروح ليلي على محل اللحوم وبتلاقي الجزار ميت على الارض، وبيبقى ده نفس الجزار اللي حاول انه يقتل هيجن بالساطور من كام يوم. وبتتصل ليلي على ابوها وبتطلب منه انه يفضل في البيت وما يتحركش مهما حصل بسبب خوفها عليه، وبيكون دانيال قلقان على سلامه بنته وما بيسمعش كلامها وبيدور عليها. وبتظهر قوات الامن وبتضرب نار على الكلاب في الشوارع وبتقتل منهم عدد كبير، ولكن عدد الكلاب بيفضل يزيد وما بيقفوش. وبتروح الكلاب للتاجر اللي باع هيجن وبيقتلوه، ودلوقتي بيكون دانيال هو هدفهم الاخير. وبتروح ليلي لبيتها وبتلاقي صاحبه بيت ابوها ميت على الارض،
فبتتخض ليلي وبتجري لشقتها وبتعرف انها تستنتج اللي هيجن عايز يعمله، وبتعرف ان حياة ابوها في خطر فبترجع له تاني وهو في المسرح، وبيرتاح دانيال بعد لما بيشوفها بخير. ولكن فجأة بيظهر هيجن وبيقرب من ليلي وبيبقى باين عليه انه ناسيها بعد كل اللي حصل له، وهو بيزمجر على ليلي بينضم له جيش من الكلاب، ولما بيستعدوا عشان يهاجموا ليلي بيظهر ابوها وهو معاه انبوبه وخرطوم جاز متولع، وبيحاول دانيال انه يلهي الكلاب ويبعدهم عن بنته وينقذها، ولكن الكلاب ما بتهداش فبتطلع ليلي البوق بتاعها وبتعزف النغمه اللي بيحبها هيجن. واخيرا هيجن بيتعرف على ليلي وبيهدى وبيسمعها وهي بتعزف، وبيعمل باقي الكلاب زيه وبيناموا كلهم على الارض وهم بيسمعوا العزف ليلي. وبيتصدم دانيال بعد لما بيشوف اللي بيحصل، بس بيكون مرتاح ان بنته في امان. وفي نهايه الفيلم بتنام ليلي على بطنها قدام الكلاب، وبينضم لها ابوها وبينام هو كمان جنبها. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.